بسم الله الرحمن الرحيم لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لصاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد البنشوري ولأصوله وفروعه ولمحبيه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تخيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآلت اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملكت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سالك النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون خشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزم قالهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ونبلائه العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنطي به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بغيره القليل، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بروان ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم وانشر رواه نهضة الوطن في العالمين. آمين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم بسركم فيكون، عمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين.
واجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين وأفض علينا وعليهم سائب العلوم الشرعية وأفتح علينا وعليهم أبواب المعارف اللدنية وأنتم علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة واجمعنا ولهم خير للدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وأقدامهم لإعلاء كلمة الدين واجمع كلمتنا وكلمتهم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين يا مجيب السائلين يا غياث المستغيثين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا واسترنا وانصرنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا وبارك لنا وارفع أوطاننا بنهضة الوطن إلى سماء الارتقاء والسعادة والهداية مع الأمن والعناية والرعاية ونور بلادنا بأنجم نهضة الوطن وأمر بلادنا بالله نهضة الوطن ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واقض عنا ديوننا يا الله يا الله يا الله يا كريم يا واسع الجود يا بر يا رحيم واغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحمن يا رحيم يا باسط يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد وإياهم على من ظلمنا وأهاننا بما نصرت به الرسل وحل بيننا وبين الشيطان ونزله وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين يا قدير يا متين اكفنا شر الظالمين حم عين سين قاف حم عين سين قاف حم عين سين قاف ارضل عنا وعنهم بين الاعداء والاشرار والظلمه والفساد الى نورهم ومزقهم كل ممزق واطمس على وجوههم وانبارهم واشدد على قلوبهم واغلل ايديهم وارجلهم وامسحهم على مكانتهم ولا يستطيعون المدي ولا المجيء الينا وابقى اعناقهم بسيف قهرك يا عزيز يا قهار يا قوي يا جبار يا منتقم يا ستار اللهم ارميهم بسهمك الصائب اللهم اهلكهم بشرارك الشاقب يا من يقول لشريكم فيكون قول كافى يا عين صاد حم عين سين قاف بسر لا اله الا الله قول كافى يا عين صاد حم عين سين قاف بسر لا اله الا الله قال الله تعالى
بالنفس ولكن واسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهجة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ملعونين عينما سبقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وما لهم من ناصرين وذلك جزاء الظالمين ساءت الوجوه وعنت الوجوه لحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم أو عميت الأبصار وقلت الألسن ولقت القلوب فلا تسمع إلا همسا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير اللهم باسمك اللطيف الخبير العليم الحكيم القوي العزيز اذكر بنا وبنعمة الوطن فيما جرت به المقادير في السر والعلن الله لطيف بعباده الله حفيظ قديم ازلي حي قيوم لا ينام وان يتلطف فلا يشعرن بكم احدا يا ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون صم بكم عليهم فهم لا يبصرون صم بكم عليهم فهم لا يتكلمون صم بكم عليهم فهم لا يعقلون صم بكم عليهم فهم لا يرجعون آمين 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 لا ينصرون أعداؤنا لا يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله أعداؤنا لن يصلوا إلينا بالنفس ولا بالواسطة لا قدرة لهم على إرسال السوء إلينا بحال من الأحوال ولا إلى نهضة الوطن ولا إلى الصالحية برحمة الله عليهم دار
أكبروا لا يرى إلا مساكنهم دمر الله عليهم ثم هموا وصموا كثير منهم والله أنفسهم بما كسبوا فصب عليهم ربك سوط عذاب وذلك جزاء الظالمين وإن جندنا لهم الغالبون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأخذوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام عليكم تبتم فدخلوها خالدين سلام هي حتى متى الفجر اللهم إنا نسألك باسمك السلام ولكل اسم من أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات أن تسلمنا وتحفظنا وتحفظ ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا ومدارسنا ونهجة الوطن من الآفات والآهات ومن شر خلقك أجمعين تحيا الإنسان تحسين قار الإكرام را حامل انصرنا فإنك خير الناصرين وابطعنا فإنك خير الفاتحين وانزقنا فإنك خير الرازقين واغفرنا فإنك خير الغافرين واقبلنا فإنك خير الحافلين فسيأتي قوم الله وهو السميع العليم اللهم من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في رب محفوظ والله خير حافظ والله أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويعلم الصالحين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لا إله إلا الله الخالق الأكبر في ظل كل خالق ولا طاقة لمخلوق ما قدر الخالق اللهم إنا فيه ما تركت رضاك وعني ما توجه رضاك وقلنا من ملائكة الناصر في أرجوها نازل من سمائك فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رحمة العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك ورجاء الراجعين فيك وذل الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحب الوطن في العالمين لحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأنصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جعل الناس إمامة وطن وللصالحية مباركة في حين ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جعل الناس إمامة وطن وللصالحية مباركة في حين ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جعل الناس إمامة وطن وللصالحية مباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جعل الناس إمامة وطن وللصالحية مباركة في خير ورزق وعافية. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جعل الناس إمامة وطن وللصالحية مباركة في خير ورزق وعافية.
Rabbana innaka ja'alun nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Jami'a ma sami'a mutawatan wa lisharakiyatin mubarakatin lighayri wa rabbiha biha. Rabbana innaka ja'alun nas liyawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Jami'a ma sami'a mutawatan wa lisharakiyatin mubarakatin lighayri wa rabbiha biha. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka bihaka wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in a'taytana wa nahdaka al-watan fi majalisiha wa as-salamiyyatan ya asbabiha ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yawmiddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka bihaka wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in a'taytana wa nahdaka al-watan fi majalisiha wa as-salamiyyatan ya asbabiha ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yawmiddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'inuka bihaka wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in a'taytana wa nahdaka al-watan fi majalisiha wa as-salamiyyatan ya asbabiha ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yawmiddin. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka min sharri ma indana wa aqbalna min jami'il al-aqad wal ahad innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka min sharri ma indana wa aqbalna min jami'il al-aqad wal ahad innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma la ta'limna khayra ma indaka li sharri ma indana wa aqbalna min jami'il al-aqad wal ahad innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya man amru bayna al-ba'd wal nun, aslih waqad nahdaka al-watan wa ansur jawaha fil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya man amru bayna al-ba'd wal nun, aslih waqad nahdaka al-watan wa ansur jawaha fil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya man amru bayna al-ba'd wal nun, aslih waqad nahdaka al-watan wa ansur jawaha fil alamin. Bi khazain bismillahir rahmanir rahim wa bi asrari ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa bi al-fatihati la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa bi jalali sayyidina muhammadin al-amin wa alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wal marhina wal maridatihin illa maqbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اشتدي عزمتك امري قد اذن ليلك من بلدي وظلام الليل له سرج حتى يغشاه ابو السرور.
الْفُلْكِ وَشَعَابُ الْخَيْرِ لَهُ مَطَرٌ فَإِذَا جَاءَ الْإِبَّانُ تَجِي وَقَوَائِدُ مَوْلَانَا جُمَلٌ لِسُرُورِ الْأَنْفُسِ وَالْمُهَجِ وَلَهَا رَجُمْ مُحْزِنْ أَفَلَمْ فَقَصِدْ مَحْيَا ذَاكَ الْأَرَضِ فَلَرُبَّكَ مَا فَاضَ الْمَرْيَا بِبُرُورِ الْمَوْجِ مِنَ اللُّجَجِ وَالْخَلْقُ جَمِيعًا فِي يَدِهِ فَلَهُ سَعَةٍ وَلَهُ عَرَجِ وَنُزُولُهُمُ وَطُلُوهُمُ فَإِلَى دَرَكٍ وَعَلَى دَرَكٍ وَمَعَيْشُهُمْ وَعَوَاكِبُهُمْ لَيْسَتْ بِالْمَشِي عَلَى عِوَجِهِ كَمٌ نُسِجَتْ بِيَدِنَا أَقَمَتْ ثُمَّ انْتَسَجَتْ بِالْمُنْتَسِجِ فَإِذَا فَتَسَجَتْ ثُمَّ انْعَرَجَتْ بِالْمُقْتَصِدِهُ وَبِمُنَارِهِ شَهِدَتْ بِعَجَائِبِهَا هُجَجٌ قَامَتْ بِالْأَمْرِ عَلَى الْهِجَجِ وَرِضًا بِقَضَاءِ اللَّهِ عَجَبَ عَلَى مَرْكُوزَتِهِ فَعُجِ وَإِذًا فَتَحَتْ أَبْوَابُهُ لَمْ تَعْجَلْ لِخَزَائِنِهَا وَلِجِ وَإِذَا وَأَمِينَ كَرِيمٌ فِي سِيرَتِهِ
ولسان مقالة الرهد وهدي حرص وكرامته في قصة سارية الخلد وهدي عمل في النورين المستحي المستحي البلد وهدي حسن في العلم Yeah.
يا قيوم يا قوي يا متين يا متكبر يا معين أن ترزقنا سعادة الدارين وتكفينا همهما يا باري السمع يا من كل ما دائما الأمر يا رام دائما يا غياس المستغيثين ويا مهدي الحكم نقيس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظوما نقيس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظوما
نقسم أمر علينا شرعة إن هذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعاءك وما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله كوشا مستقى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصاب عبد ما جمع البرق ومزن قدما يا جامع الصلح يا من كل ما دائم الأمر جلا ودائما يا غياث المستغيثين ويا مهي الركن إذا ما حكما نقيس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما نقيس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما نقيس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عزوما واستجب منا دعاءك وما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الأهل وصاب عد ما لما البرق ومظلم قلما Amen.
محمد شكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صغاه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يظلم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد يا أهل الآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهدي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم محمد نور للنهضين أبدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنهضين أبدا محمد قادنا للخير فاستقم محمد نور للنهضين أبدا محمد قادنا للخير فاستقم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari', ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basit, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Habib, ya Muqib, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubil, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutaali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afur, ya Rauf, ya Malik al-Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghaniy, ya Mughni, ya Mani', ya Dhar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Bari', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Shabur. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك اللهم باسمك الأعظم. نسألك اللهم باسمك الأعظم. نسألك اللهم باسمك الأعظم. وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. أن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. أن تعطيه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأن تعطينا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأن تصرف عنا وعمن له تعلق بنا وعن نهضة الوطن وعن الثورة يتسوى كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير.
اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا وعنهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجتنا التي أنت تعلمها لتقضى لنا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وذريتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده أو في هذه الليلة وفيما بعدها من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو در تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة ترفعها أو معافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Di sini pembagian hidup besok.